السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة وتصميم جديد. الحلقة النهاردة بقى حابب إن أنا أشارك معاكم التصميمات الجديدة اللي إحنا صممناها، وحابب قبل ما أبدأ الفيديو طبعا هدي نصيحة لكل واحد حابب إن هو هيفتح مشروع جديد، إن أنت تهتم بالدعاية وإنك تهتم إن أنت تعمل لنفسك لوجو، عشان خاطر ده طبعا بيزود من فرصة المبيعات شوية. فحابب ان انا اشارك معاكم التصميمات الجديده، ففي اكتر من كذا حاجه عملنا، منيو كده صغير، وعملنا استيكرات بتتلزق على الحيطه، وبرده في فكره كده عملتها حابب برده ان انا اشاركها معاكم، هوريها لكم بس في اخر الفيديو. هبتدي باول حاجه، اول حاجه هبتدي بيها هي البوسترات. دي البوسترات اللي انا صممتها، زي ما انتم شايفين عملنا كميه. فالفكرة اللي انا بقولك عليها هو ده اللوجو. طبعا ما تستهونش ان انت تعمل في بداية مشروعك اللوجو اللي انت هتبدأ بيه، فدي حاجة مهمة جدا جدا. تاني حاجة عملنا كده منيو صغير حبيت برضو ان انا اشاركها معاكم. المقاس ده طبعا هو نفس المقاس بتاع كارت الفرح. عملت الفكرة برضو ايه زي ما انتم شايفين، منيو كده صغير. طبعا كلكم عارفين ان احنا بنعمل بوسترات الافراح، فطبعا الفكرة اللي انا بقولك عليها اللي انا حبيت اعمل اللوجو، طبعا زي ما انتم شايفين ده البوستر بتاع الفرح، جبت اللوجو وحطيت فيه رقم التليفون عشان اعمل الكمية من اللوجو ده. طبعا في حد يسألني طب انت هتستفيد ايه باللوجو ده؟ طبعا اللوجو ده عليه كمان رقم التليفون. طبعا انتوا عارفين ان في كل مطعم بيبقى فيه وجبات او الاطباق اللي هي بتتحط فيها الوجبه، فالفكره اللي انا بقول لك عليها اللي هو انا عملت باللوجو ده، عملت كميه طبعا، فالفكره هتوضح طبعا لما اجي اقص طبعا اللوجو بالشكل ده. كده قصيت قطعه بس كده عشان اوريكم الاستيكر ده هلزقه زي ما انتم شايفين. طبعا بكل سهوله تقدر ان انت تلزق اللوجو بتاعك او الحاجه بتاعتك على الطبق بالشكل ده. بس كده حبيت ان انا اشارك معاكم التصميم ده، فان شاء الله اشوفكم في تصميم جديد وحلقه جديده. وما تستهونش في بدايه مشروعك ان انت لازم تعمل لنفسك دعايه وانك تعمل لنفسك لوجو. اشوفك في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.